السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناتي مطبخ شيري ايزي اند كوك. يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. النهارده في الفيديو ده هقول لكم على الطريقه الصح لتحميص وطحن وتخزين الكمون. يلا بقى بينا نستعد لرمضان. لو عندك اي حاجه ناقصه في التوابل قومي يلا جهزيها من دلوقتي واعملي حبه ليكي دلوقتي والحبه كمان لرمضان، عايزينه يكون شهر بس للعباده والصلاه والاكل يكون كده في السريع. قبل ما نبدا الفيديو اذكروا الله فضلا ولسه امرا ما تنسوش لايك وشير والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار بكل جديد. بصوا بقى الكمية اللي معايا هنا دي علشان تكفيني من دلوقتي رمضان، هستخدم منها شوية وهخزن الباقي. وبصراحة بقى دي طريقة ماما ربنا يبارك في صحتها، فالنهاردة هقول لكم على الطريقة الصح علشان كمان تخزنوه من غير ما يطول سوس، وكمان تفضل محتفظة الكمون يفضل محتفظ بالريحة بتاعته القوية والثابتة. بعد ما بننقي الكمون وبنغسله كويس بنسيبه ينشف تماما على فوطه لحد ما يجف معايا تماما. باخد الكميه بتاعتي بحطها في اي طاسه او مقلاه زي ما بتسموها في البلد بتاعتكم، وبعد كده ببدا ان انا احمصه على النار ياخد معايا لون فاتح، واهم حاجه ان احنا هنطلع منه كل الرطوبه. التحميص ده علشان الرطوبه، مش عايزينه يغمق اكتر من كده لانه هيمرر معاكم بعد كده في الاكل وهيغير طعم الاكل. احرصوا على النقطة دي، واهم حاجة تكون درجة الحرارة اقل درجة حرارة على النار تمام كده على البوتاجاز. بعد ما يبرد، وبرضو النقطة دي يا جماعة مهمة علشان ما تبوظوش المطحنة بتاعتكم، لازم الكمون قبل ما تطحنوه يكون ناعم، لانه لو انتوا طحنتوه وهو سخن هيبدأ ان هو يعبي مية تاني وهيجيب رطوبة تاني جوه البرطمان، والطريقة دي غلط تماما. ببدأ ان انا اخد الكمون بتاعي على مراحل، وفي كل مرحلة تكون يعني اقل من يعني هنملى كده 3 ارباع الكبة او نصها علشان ندي مجال ان هو يطحن كويس. لو انت عايزاه نص طحنة امليها على اخره يعني عادي مفيش مشكلة، زي ما بتحبي الكمون ناعم قوي بودر ولا نص ضربة زي ما انا بحبه. واهم حاجة علشان تخزنيه ويقعد معاكي وقت طويل بره التلاجة هتحطي معلقة كبيرة من الملح ضروري يا جماعة. الطريقة دي بتحافظ على الكمون بتاعك من غير ما يطولوا اي صوص خالص، وفي نفس الوقت بيتخلي الكمون ريحته قوية وثابتة. لو انت عايزة تحتفظي بقى بالكمون بتاعك برة التلاجة لازم تطبقي الطريقة بتاعت معلقة الملح. انا بقى طبعا بحط هنا زي ما انتوا شايفين معلقة الملح وبقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هبدأ ان انا احطه في البرطمان بتاع الكمون الناشف، ايا يعني يكون علبة التخزين برطمان اي حاجة. ليكي حرية الاختيار انك تخزني بقى في برطمان وتحطي في باب الفريزر وتطلعي بعد ما تستخدمي الكمية بتاعتك، عشان انا عاملة كمية كبيرة هحط نصها في الفريزر والنص التاني هستخدمها دلوقتي في البرطمان. وبكده اكون قلتلكوا على الطريقة الصح ازاي تحمصوا وتطحنوا وكمان تخزنوا الكمون ويفضل محتفظ معاكوا بالريحة بتاعته طول السنة، وكمان من غير ما يطولوا اي ريحة خالص. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا للنهارده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش كده تدعوا دعوه حلوه لماما، ما تنسوش كمان فضلا ولسه امرا اذكروا الله صلى على النبي، ما تنسوش لايك شير اشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار بكل جديد. اشوفكم الفيديو القادم على خير، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.